سماحا بضيف هذه الجلسة الدكتور محمد جبرون، وفي هذا اللقاء الثقافي دعما من الجماعة للأنشطة الثقافية المحلية 1912 وحتى وفاة الملك الحسن الثاني سنة 1993. جزء الكاتب عمله إلى محورين رئيسيين: المغرب قبل الاستقلال أو بعد الحماية، والمغرب المستقل إلى حدود وفاة الملك الحسن الثاني سنة 1993. تناول الكاتب إذن في الباب الأول دولة الحماية ومراحل إخضاع المغرب للاحتلال العسكري، سواء الفرنسي في المنطقة السلطانية أو الإسباني في المنطقة الخليفية شمال المغرب وفي إسرائيل، وحتى الوضع الدولي في طنجة. والمراحل كانت قد ابتدأت بتأمين أولا السواحل والمدن الكبرى والمناطق الساحلية أولا، قبل أن يتم إتمام العملية أو السيطرة على باقي التراب الوطني بشكل تدريجي إلى حدود 1934. طبعا تطرق كذلك لأشكال السلطة في المغرب، سواء تعلق الأمر بالسلطان وأجهزة المخزن أو بالأجهزة الحماية سواء كانت المركزية منها أو المحلية. وفي مقابل ذلك كذلك تطرق في هذا الجزء لشكل المقاومة المسلحة التي استمرت كما قلنا إلى سنة 1934 بشقيها الرسمي عبر الجيش أو القوات المخزنية أو الشريفية، أو على شكلها